تسأل عن شخص مريض يريد الرقية، تسأل عن صفة الرقية وكم تحتاج من يوم، ويعني كأنها يعني تريد أن تستغني من الذهاب إلى الرقاة. أولا يا بنتي، رقية الإنسان لنفسه أو لبعض أهله هذه سنة، وهي أولى من الذهاب إلى الرقاة. ينبغي يا إخواني للإنسان إذا أراد أن يرقي يتوضأ ويصلي ركعتين، لأن ربي يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، يدعو في هذين الركعتين بأن الله يستجيب دعاءه ويبارك في رقيته. ثالثا، قبل أن يبدأ في الرقية يستغفر، لأن الاستغفار سبب في إجابة الدعاء، هو يبعد الذنوب ويستجاب الدعاء. ثم يا أحبابي يبدأ في الرقية. الرقية يا إخوان هي المعوذات، وقل هو الله أحد والفاتحة، هذه رقية عظيمة جدا، رقية عظيمة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي أهله بالمعوذتين. إذا رقى الإنسان نفسه وأهله بالمعوذتين ووضع منها قل هو الله أحد لأنها تمجيد للرب، والفاتحة لأنها أشرف القرآن وأعظم آيات في الكتاب العزيز، وداوم عليها إن شاء الله يشوف العافية. ويداهم يا إخواني، لأن كل حرف بعشر حسنات وشفى واستشفى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يترك العلاج. يا إخواني ترى الرقية ما تغني عن العلاج، إذا كان في علاج خذه وحط معه الرقية، ضع معه الرقية. هذا الأمر الثاني الذي أحببت أن أنبه عليه. الثالث يا إخواني، ترى الأمراض تختلف، بعض الناس تنفع فيه الرقية مرة واحدة، وبعض الناس يستمر الرقية على 6 أشهر سنة، مثل بعض الأمراض. بعض الأمراض الآن علاجها مثل الدرن علاجها 6 أشهر، وبعضهم علاجها 1 أو 2 أو 3، وبعضهم علاجها 3 أيام 4. فلا يا أحبابي، لا نمل من الرقية، بل نعتبرها عبادة نتقرب بها إلى الله، ووسيلة من وسائل اكتساب الحسنات، ووسيلة من وسائل الاستشفاء. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هل ممكن يعني توصيهم مثلا بعض كتب الأذكار أو الأدعية التي يعني تشتمل على الرقى النبوية؟ والله هو كثير الرقى النبوية كثير، وأنا خبر أنا يعني ألف كتاب توزعه وزارة الصحة اسمه زاد المريض، يوزع مجانا، وهو إن شاء الله أنه فيه مثل هذه الأشياء، وفي كتاب حسن المسلم، وفي كتب أخرى لعلك تذكر بعضها. كانت تعرفها يا شيخ تحفة الأخيار للشيخ ابن باز فيها رقية يعني الأذكار الموجودة. طيب.